السلام عليكم. اليوم نوريكم هذا الفيديو اللي تم أخذه البارحة، ونتكلم على زوج نقاط. النقطة الأولى هو أنه تم تغليف أحد الحميدة نتاع الملعب اللي تشد السقف، تم تغليفها. إذن والنقطة الثانية هي أنه تم تصريح من طرف وزير الرياضة أنه أكثر من 1100 طالب من الصحفيين اللي تغطيت هذه المنافسة تم إيداعه لدى السلطات الجزائرية، وهذا الرقم يفوق يعني عدد الصحفيين الذين طالبوا تغطية منافسات الكان بطولة الإفريقية التي جرت في الكاميرون. إذن كل هذه الطلبات على يعني الصحفيين يعني القنوات يعني لتغطية هذه المنافسة، هذا يظهر مدى الاهتمام الذي توليه يعني الأوساط الإعلامية في العالم، خاصة في منطقتنا الإفريقية العربية، لهذه المنافسة. إن شاء الله بادرة خير، نكتف بها القدر، والسلام عليكم.